صيح هو الشاهد محمود ذياب عفوا عفوا برزان عبد الغفور سليمان السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شوكم سيدي؟ يا بي باو على المحكمة. نعم. قلت السلام عليكم. انت جاي على الجمع مفروض سؤالك على الجمع. انا ماني عنك سؤال عني لا قريب. أي. انا قلت اول مرة اسأل السلام عليكم بعدين على الشخص. انا قلت اول مرة السلام عليكم للكل. يلا هسه سلم. كمل سلامك حتى نسألك. لا تفضل سلمت وبيهم البركة إن شاء الله. أنت نعم موقوف مو؟ نعم الاسم الكامل برزان عبد الغفور سليمان المجيد. نعم. مواليدك؟ 1960. 1960 زين. أنت تعرف موضوع شهادتك؟ نعم. أنت يا جاي كشاهد دفاع؟ نعم شاهد لسيد الرئيس. أنا المتهم صدام حسين. قبل ما تتوقف عملك شنو؟ كنت أمر الحرس الجمهوري الخاص لواء لو شنو؟ أنا عميد ركن. عميد ركن إيه؟ آمر لواء حرس الجمهوري الخاص. نعم. خلي إيدك على القرآن الكريم. يا الله هاي. أقسم بالله أقسم بالله أن أشهد بالصدق كله أن أشهد بالصدق كله ولا أقول إلا الحق ولا أقول إلا الحق. شوف يا أبي أنت جاي كشاهد دفاع وحلفت بالقرآن الكريم بينا يا موضوع شهادتك باعتبار أنت كنت قريب يعني باعتبارك بالحرس الخاص وإحنا نستمع إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. في 8/7 عام 1982 أنا كنت ضابط برتبة ملازم في الجيش في أحدى وحدات الحرس الجمهوري وكان مقرنا في بغداد. وقبل انتهاء الدوام الرسمي أبلغنا أمر الوحدة انه الوحده مالتنا بالانذار مع معناها ما اكو نزول. نعم نعم. فمن بلغنا هذا الامر والسبب انه السيد الرئيس قام بزياره الى مدينه الدجيل وتعرض الى محاوله اغتيال من قبل حزب الدعوه. نعم. في نفس اليوم قبل الضياء الاخير انفتح الانذار. في اليوم الثاني أو اليوم الثالث التقيت بعدد من أقاربي من الذين يعملون في الحماية الخاصة. نعم. فاستفسرت عن الموضوع فقالوا أنه في ذلك اليوم توجه السيد الرئيس إلى مدينة الدجيل لزيارة المدينة. نعم. وبعد أن التقى بالجمهور وبعدد من وجهاء المدينة وبالمسؤولين بها توجه إلى نهاية مدينة الدجيل. ففي النهاية بالقرب من البساتين اتعرض موكب سيادته إلى كثافة نارية من الجهة الموجودة فيها البساتين. فردوا الحماية الخاصة وفصيل الحماية اللي كان مرافق لموكب سيادته ردوا على النار اللي انفتحت باتجاه موكب سيادته واعتقد انه قالوا لي تصوبت عدد من السيارات اللي موجوده في الموكب. نعم. فترجل السيد الرئيس الله يحفظه من السياره مالته ورجع الى دائره حكوميه. هاي سمعته لو شفته يعني. انا دا احكي لك ما نقلوا لي الحمايه الخاصه وهم يعني اقربائي. يعني السماء. نعم. وصعد إلى البناية والتقى بالجمهور مرة ثانية وحياهم ولقى بهم كلمة بعدين رجع إلى
يعني ترجل وذهب الى بغداد. نعم. فاعلمون الحمايه انه بقى فصيل الحمايه الخاصه يعالج الموقف، ومن خلال معلوماتهم هم من فصيل الحمايه وما كلموا لي به انه خلال التفتيش ومعالجه الموقف عثروا على مخابئ موجوده بها اسلحه خفيفه ومتوسطه واسلحه تميم طيء وهوانات ورمانات موجوده هناك، واصيب في ذاك الوقت عدد من فصيل الحمايه الخاصه، وقالوا لي حتى انه اذاعات يعني عالميه وعلى مستوى وفي حتى في ايران ذاعوها بعد وقت قليل من محاوله الاغتيال، ولقوا ايضا في نفس المكان اجهزه اتصال بعيده المدى، اجهزه اتصال راكال. احنا بالعسكر نعرف الاجهزه الراكال هي اجهزه بعيده المدى. فاعلنوا يعني الجانب الايراني واعلنت الصحف مالتها انه قاموا بمحاوله الاغتيال يعني من حزب الدعوه وكانت تدعمهم ايران. نعم. زين. بعد الحادث. نعم. ايش تعرف عن موقف المتهم تجاه الوضع؟ تجاه ايش؟ تجاه الوضع اللي حدث، يعني اللي ما حدث. يعني رد فعله بشكل هذه. ما اعرف، لانه انا لا موجود وياهم بالحمايه ولا اعرف اي اتجاه، بس حتما يعني هيك بطل واسد ياخذ الموقف بكل بساطه. نعم. بعد ما عندك شيء؟ لا ما عندي شيء. انت يعني هاي المصادمات اللي صار بينهم وبين افراد الحمايه، يعني انت سمعت السماع؟ الحمايه الخاصه اللي كانوا موجودين في الواجب هم تكلموا لي بهذا الموضوع. كلموك بهذا؟ نعم. بعد تفاصيل اخرى شيء ما عندك؟ ما عندي تفاصيل. أنت كنت عسكري مو؟ نعم عسكري. عسكري ذاك الوقت كنت يعني قلت أنه طبعا عسكري برتبة ملازم. بينت أنه هذولاك الطرف المهاجم استعملوا أسلحة متوسطة ورمانات وما. أنا قلت ما قلت أني استعملوا، قلت أثناء التفتيش فصيل الحماية الخاصة عثروا على أسلحة خفيفة ومتوسطة وأسلحة يعني كانت طيب. مخزونة يعني المخزونة لو تحت اليد يعني وياهم. أنا ما شفتهم حتى إذا مخزونة هي حتما طبعا تحت ليهم. اللي يتعرض يحاول أن يسوي محاولة اغتيال للرئيس دولة حتما عنده أسلحة وحتما مخطط لها. أنتوا عندكم سؤال؟ نعم. جاوب على أسئلة وكلاء الدفاع. نعم. أستاذ الكريم، كنت ضابطا في الحرس الجمهوري كما ذكرت في 8/7/1982. نعم. هل صدرت أوامر إليكم وأنتم جهة عسكرية بالتوجه إلى الدجيل وبحصار الدجيل واتخاذ إجراءات عسكرية، بمعنى أن يكون هناك هجوم منظم بالذات الحرس الجمهوري قوة عسكرية يعني جزء كبير منها لو دخل أو حوط أو أحاط الدجيل ووجه أسلحته راح يكون لها تأثير كبير. نعم. وتندرج من ضمن الاتهام الموجه للسيد الرئيس صدام حسين أنه أصدر الأوامر إلى الجهات العسكرية، وأنتم من الجهات العسكرية، هل وصلكم أي أوامر مباشرة منه أو من يكون تحت أوامره بالتوجه الى الدجيل واتخاذ اجراءات اتجاه اهالي الدجيل؟ لم يصلنا اي امر، فقط احنا وحدتنا قامت بالانذار الى ساعات قليله وبعدين انفتح الانذار وانتهى الدوام الرسمي، ولم يصدر لنا، ولم نتحرك ولم نذهب ولم نحاصر ولم نخرج عن سكنت وحدتنا ابدا. يعني انتم لم تقوموا باي فعل عسكري موجه اتجاه اهالي الدجيل ومنطقة الدجيل؟ نعم، ومو أنا بس، أنا ضابط موجود في الوحدة، عدد من الضباط موجودين. شكرا. شكرا أستاذ.
ما جاوبت. سيد مدير العام عندك مناقشة يا شيخ؟ حقيقة الشاهد تحدث بأن قليلة جماعة عن حالة الدجيل، وهذه متناقلة عن شخص عن شخص عن شخص، بالتالي ليس لدي شهادة عيانية وأي سؤال ما عاد ممكن. العفو ممكن أرد على سيادة المدير العام؟ لا لا لا, لا. هو ما عنده سؤال، ما دام ما عنده سؤال تفضل أستاذ. يابا روح أخذ راحتك. شكرا، مع السلامة. الله يسلمك، مع السلامة.